السلام عليكم. في الفيديو السابق حكينا عن موضوع طقطقة المفصل بدون ألم. اليوم حنحكي نكمل الموضوع الناس اللي عندها طقطقة مع ألم، شو سببها وكيف ممكن نعالجها. إذا متذكرين من الفيديو السابق حكينا عن التشريحيا كيف عندنا منطقة المفصل ومنطقة الديسك، حكينا عن الديسك إنه هو زي طاقية بتكون ممسوكة بأربطة، وهاي الأربطة إذا صارت لوس فالديسك بصير يتحرك لقدام، وحكينا ايضا عن تشريحيا كيف شكله انه في عضله هون بتكون ماسكه فيه، واحيانا العضله ممكن هي اللي تكون شاده وتعملي طقطقه اللي بتيجي وبتروح فبتكون بالعاده سببها عضلي، اما الطقطقه المستمره بالعاده بيكون سببها انه هاي الاربطه صارت فيها مرونه زايده وصار الديسك يجي لقدام. اليوم حنحكي عن ليش احيانا بصير عندي الم في مع الطقه أو ألم بشكل عام بالمفصل، بس بالذات في موضوع الطقة. زي ما أنتوا عارفين حكينا أوريدي وصرتوا خبيرين ما شاء الله عليكم بموضوع التشريح تبع المنطقة. اللي ما حكينا فيه آخر مرة إنه إحنا بمنطقة المفصل هذا الغضروف هون عندي ما فيه أي أعصاب ولا فيه أي تروية دموية ولا شيء. الغضروف هذا بيكون يعني لو نضغطه مستحيل نشعر بالألم، يعني من رحمة ربنا واكتمال خلقنا انه هاي الكوشن هاي المخدة معمولة عشان احنا نضل نضغط عليها بالمفصل لما بناكل ولما بنمضغ ولما بنحكي وبنشد على المفصل، هي معمولة تو ابزورب هذا الشوك الموجود. فاذا احنا كل مرة ما نضغطها بدنا نتوجع هنا مشكلة. فاذا هي هاي كغضروف ما فيها اي حواس للألم. لما أنا أحس في ألم عندي بالمفصل بيكون جاي من هاي المنطقة الخلفية، بكون أنا المفصل عندي ضاغط على منطقة اللي فيها الأعصاب والتروية الدموية. طبعا بيعتمد إذا أنتوا الديسك عندكم بس ساحل شوي لقدام أو إذا أنتوا ساحل كتير أكتر، فبفرق قديش المنطقة اللي قاعد عم بيجيها ضغط. فأنتوا إذا عندكم أي ألم بيكون في المفصل فبيكون جاي بسبب أي irritation قاعد عم بيحصل أو ضغط للمنطقة الخلفية في ورا الديسك هذا، زي ما بنشوفها هون تشريحيا. شايفين هذا هو الديسك وهاي هي الريتروديسكال تيشو الخلفية اللي بيكون فيها أعصاب وبيكون فيها تروية دموية. فإذا هاي العظمة ضغطة على هاي الأعصاب رح تعطي مؤشرات للألم والواحد يحس انه عنده وجع في هاي المنطقة. طيب خلينا نشوف هذا الفيديو، برضو اظن الفيديوهات هاي حبيتوها لانها بتساعد الواحد يفهم الموضوع بشكل افضل. فنشوف هنا عنا نفس الشيء. طبعا ذكروا انا بحكي هنا الناس اللي عندها ألم مع الطقة، يعني لسه في طقة ما راحت الطقة، لانه الموضوع اذا بده يتدرج لأسوأ رح يتروح عندي الطقة زي ما حنحكي في الفيديوهات الجاية. أنا هلا بحكي بس اللي عنده طقة وأحياناً بشعر بالألم بده يعرف إنه سببها هي هاي المنطقة الخلفية إنه قاعد عم بيجي عليها ضغط. تمام؟ فإذاً إذا هاي هي السبب، إذاً شو العلاج؟ زي أي جزء في جسمنا بياكل ردة أو بياكل خبطة، إحنا شو بنعمل؟ لا شعورياً بنريح المنطقة. يعني أنا إذا ماشية وخبطت في الباب هيك وفجأة توجعت وصارت إيدي توجعني أو رجلي مثلا خبطتها ومش عارفة إني أتحرك، بصير أقلل الحركة عنها، أقلل الضغط، بجوز أصير أعرج شوي عشان أقلل البريشر عليها بحيث إنه هي يلقم الجرح فيها من نفسها. يعني أنتوا هاي الشغلة بديكم تعرفوها، أي إشي بيحصل في جسمكم ما تخافوا. ليش؟ لأنه ربنا خلقنا كاملين قادرين على شفاء أنفسنا، جسمنا قادر على شفاء نفسه إذا توفرت البيئة المناسبة. تذكروا هاي المعلومة، خلوها دائما في بالكم، إذا توفرت البيئة المناسبة للشفاء سيشفى الجسم بنفسه بدون الحاجة إلى أي شيء خارجي. فإذا أنا هون شو عندي البيئة المناسبة؟ أنا لما بكون خبطت رجلي وتوجعني كتير ومش قادرة أمشي عليها، ربنا حط فينا انه خفف عليها الضغط وريحها عشان هي البيئة المناسبة اللي حتخليها تشفى بنفسها. واعطيها انت مثلا اسبوع 10 ايام اسبوعين بتلاقيها شفيت. حتى الواحد لما يكسر ايده ولا رجله بجبصنها كم من اسبوع بقلل حركتها وبالتالي هي بتلقم. نفس الشيء عندي هون، انا عندي ضغط زايد على المفصل هو اللي مسبب لي المشكلة. فاذا بديهيا شو المفروض انا اعمل؟ أخفف الضغط عن المفصل.
اخفف الضغط على هاي المنطقة اللي قاعد عم بيجي عليها ضغط كتير، يعني بس بإشي سيمبل. انا يعني دوري اني انا اهم إشي عندي انكم انتوا ما تعقدوا الامور وما تخافوا. أسوأ شيء يعمل الإنسان إنه يخاف، الخوف بيقلل كتير من طاقة الإنسان وبدخله في طاقة عدم الشفاء. الشفاء بيحتاج الإنسان يكون مسهل الأمور، مبسطها، ويعمل أبسط الطرق البديهية اللي بتحل المشكلة بإذن الله. فبالتالي شو بنعمل إحنا للعلاج؟ عنا أكثر من شغلة. أولاً أنا عندي منطقة مضغوطة وبتوجعني، إذن أهم شيء إني شو؟ أبدأ بإني أكل أكل سوفت. سوفت دايت، يعني ما اكل مكسرات وانا ارش كتير ارجع اضغطه واضغطه واضغطه هو اوريدي بروزد وتعبان يعني المفصل، بدي اريحه بديهيا المفروض اني اريحه. ولما بريحه يعني انا ما بريح بقول ريحه طول العمر، انا بقول ريحه لمده اسبوعين، كلوا سوفت دايت بحيث ان المنطقه هون تكون بيئه مناسبه للشفاء من نفسها. هذا رقم واحد. اذا الالم كتير مستمر ممكن ان ناخذ ايبوبروفين، لكم عنها بنفس الشيء بالعلاجات اللي هي المنزلية للعضلات. قلنا دائما البروفين هو كأنه الإسعافات الأولية لأي شيء له علاقة في المفصل عضلات، وبالأحرى أكثر في المفصل نفسه لأنه بيكون في التهاب في هاي المنطقة الحمراء اللي حكينا عنها. كيف بناخد البروفين؟ بناخد 600 ميلي جرام 3 مرات باليوم، لكن أهم شيء أهم شيء بعد الأكل، لأنه البروفين كتير بيضايق المعدة وممكن يعمل لي مشاكل في المعدة. إذا أنتم من الناس اللي البروفين ما بمشي معاهم، بتخلوا الطبيب يوصف لكم البديل له اللي هو السيليبريكس، بيعتمد بأي بلد طبعا أنتم. طيب بالإضافة إلى هذا، أو إذا إحنا معدتنا بتضيقنا وما بدنا ناخد بروفين، ممكن ندهن بروفين، واللي هو بيجي زي فولترين. فولترين من عائلة البروفين، بيندهن موضعي، أو الكيتو بروفين اللي هو الفاستم جل، برضو من عائلتهم، عائلة الانسيدز بنسميهم. ممكن تسألوا أي صيدلية بدنا إحنا توبيكال انسيد اللي هو توبيكال بروفين، بيندهن على منطقة العظمة بالضبط وين أنتوا حاسين الألم، بحيث يدخل عبر الجلد ويوصل لمنطقة اللي حكينا عنها اللي بتكون فيها رضة، وبالتالي بتخفف لي الألم في هاي المنطقة. 3 مرات باليوم بدهنها، او باخذ 3 مرات بروفين، او ممكن اخذهم بوث، يعني اخذ سيستميك عن طريق المعدة اشرب بروفين وادهن ايضا اذا الالم كتير كتير حاد. هذا من الاسعافات الاولية لهاي الشغلة. يعني حدا مثلا اول مرة بطوق عنده المفصل رح يكون غريب عليه هذا الشيء، بس يتبع هاي التعليمات البسيطة، بإذن الله بإذن الله أسبوع ماكسيم أسبوعين بيكون خف الألم وبتكون المنطقة رجعت لأمت بشكل أقوى بحيث تتحمل ضغط أكثر. لكن ممكن تكون يعني مثلا نتخيل إن أنا شريت حذاء جديد، مذكرين دائما كنا نلبس حذاء جديد يطلع لنا ورا هيك بلونة عند الرجل من ورا، صح؟ بسبب اللي هي احتكاك مع الحذاء الجديد. فكنا شو نعمل؟ نستنى إنها تروح هاي البالونة وتشفى ونرجع نلبس الحذاء كمان مرة. شو كان يصير؟ ممكن كمان مرة تاني مرة يرجع يصير بالونة تانية، بس تكون أخف حدتها. وإذا حابين كتير الحذاء هذا وإحنا أطفال يعني نرجع نستنى تتلئم ونلبسه ثالث مرة يقوم ما يصير عندنا المشكلة. ليه؟ لأنه الجلد لما بيبني مرة على مرة مع احتكاك بيقوم بيبني منطقة أقوى بنسميها كالس، اللي هي مثلا كيف الناس اللي بيمشوا بدون ما يلبسوا أحذية بيصير كعب القدم بتلاقي الجلد فيه صار كتير قوي وخشن عشان يتحمل الاحتكاك المطلوب. فانتوا تذكروا انه احنا جسمنا دائما بيتعايش مع المتطلبات المحيط الخارجي. فاذا انتوا هاي المنطقة ضعيفة وتعبانة او لانه الديسك جاي لقدام او عليها ضغط، فبالتالي بدنا نريحها ونخليها تبني غشاء وديسك تقريبا يكون أقوى شوي، أو منطقة تصير أكثر قدرة على تحمل الضغط. طبعا الجسم عنده قدرة معينة على أنه يبني هيك، لكن ممكن يوصل لمرحلة أنه إذا استمر الألم بالرغم من هاي العلاجات أنه إحنا نحتاج، بالذات إذا كنا منسك أسناننا بالليل أو في الإطباق معمول بطريقة معينة قاعدة عم بتخلي دائما المفصل كتير ضاغط على المنطقة هاي، فوقتها يا إما بدنا نعطي جهاز الليلي
وانا بعرف تجيني دائما اسئله بنلبس جهاز الليل اليوم عم نستفيد عليه واكسترا هيك، وبفرجوني الناس صور ببعثوا لي عملوا 5 انواع ولا 6 انواع وبرضه ما استفادوا عليهم. بقولكم انا حكيت عنه هذا الموضوع قبل بالاجهزه الليليه، لكن برجع بكرر، احنا كاطباء اسنان بنتعلم كم من نوع من الاجهزه الليليه وبنعطيها للجميع، وانا كنت هيك بالقبل. بعدين لما تخصصت في الموضوع ودخلت فيه بعمق ومع خبرتي في اني انا اخصائية تقويم وبتطلع على انواع مختلفة من العضات، صار عندي طريقة مختلفة في الديزاين تبع الجهاز الليلي لكل شخص وعضته. يعني بطل يزبط معي الناس اللي عندها عضة مفتوحة اعطيها نفس نوع الجهاز نفس الناس اللي عضتهم غميئة. فصرت هون اشوف ليش قاعد عم احيانا بفشل الجهاز الليلي في بعض الناس وما بيزبط على ناس تانيين، فصرت أنوع في الديزاين وأجرب ديزاينات تانية لحد ما لقيت إني قاعدة عم تيجي النتائج معي بشكل أفضل. فالفكرة منها إذا أنت بتسك سنانك بالليل فأنت قاعد عم تعمل ضغط كتير كبير على المفصل وأنت نايم وأنت مش منتبه، فضروري إنك تلبس جهاز ليلي يخفف عندي الضغط على المفصل ويعطي قلنا بيئة ملائمة لالتئام الجروح هذا أو الرضة هاي اللي بتيجي. واخيرا اذا في حالات بشوفها انا كتير يعني طريقه الاطباق هي المسببه لهاي الضغط المستمر على المفصل، مثل الحالات اللي بتكون ديب بايت كل اسنان كتير نازله فيها وضغط الفك لورا وعاملت لي ضغط في المفصل، وقتها انا ممكن احبذ انه نعمل تقويم، لكن هذا بيكون مش يعني لكل الحالات، الا انا اقيم العضه واقيم الوضع واعطي اجهزه بالاول وبعدين بقرر على موضوع التقويم. وطبعا انتوا عارفين زي ما حكينا اخر مرة اذا الحالة كتير كتير صعبة ممكن نعرضها على الجراح بحيث الجراح يقرر اذا بدنا نعمل جراحة، نرجع هذا الديسك مكانه او نحقن بعض الادوية او الاشياء. اذا كان الالم كتير كتير كبير ممكن احيانا نحقن كورتيزون في المفصل بحيث يقلل الالتهاب بشكل كبير، ويعني ناخذ هذا المنحى الجراحي اللي مش بالعادة احنا بنتجه له من اولها، بنحاول بالعلاجات البسيطة قبل ما ندخل في العلاجات العميقة مثل الجراحة. في الفيديو الجاي بإذن الله رح نمشي للخطوة اللي بعدها اللي هو اذا الامر ساء اكتر من هيك شو ممكن يحصل، اني والله انا صرت اصحى بطلت اعرف افتح تمي، صار عندي ألم أو تغيرات عظمية شو بيكون سببها، هذا إن شاء الله حيكون موضوعنا في الفيديو القادم بإذن الله.